توتوريال سريع خفيف كيف نخفي هذا الاسمرار اللي عند الكوع. شايفين اللون؟ طيب ايش هنسوي؟ اول حاجه راح نسويها راح نرطب المنطقه مره تمام، حلو. هذه من اكثر الاشياء اللي تقلب معاكم رمادي او تقلب رمادي عموما اذا حاولنا نحن نخفيها. اول شيء اذا جينا حطينا فاونديشن في هذه المنطقه ايش صار؟ جعدت المنطقه اكثر، تخلصنا من اللون ودخلنا في مشكله التجاعيد، صح ولا لا؟ وغير انه بتقلب مره رمادي، فاحنا بنستخدم تكنيك بنفس الوقت ما يجعدها، بنفس الوقت يخفف لي اللون على الاقل 90%، بنفس الوقت ما يروح. نستخدم تنت من بنفيت، راح احطه على نفس الكوع. ايش بسوي انا؟ بحول اللون من الغامق الى شوي مره اسود او رمادي، بس يفتح معي اللون شويه. تمام، ابدا اطبطب شيء بسيط وما اخليه محدد، احاول قد ما اقدر اني انا ادمج. شايفين دحين اختلف معي اللون من الغمقان هنا اللي كان هذا اللون الغامق الى شوي صار على اورنج او احمر. تمام، هنساه واعطيه وقت 10 دقائق لين مره يثبت معي، ابغى هذا اللون يخبي لي الغامق. بعد ما سبته شوي وقت لاحظوا اللون اللي كان غامق هدي لونه لانه تشرب التنت. تمام، دحين بستخدم من لورا مارسيل تنت كريم اللي هو قلت لكم عباره عن تنت فاونديشن، ترطيبه جدا عالي وبنفس الوقت يعطيني لون خفيف. حطيت، حتيجي واحده تسالني تقول لي ليش ما حطيتي مثلا كوركتر، ليش حطيتي تنت؟ التنت لون بدون طبقه، شايفين جلدي واضح باين، اما الكوركتر جلدي مو واضح بس طبقه، فهمتوا؟ انا ما احتاج هذه الطبقه لما ابغى اخفي اللون الغامق، انا احتاج بس لون يخفف لي لونها من الغامق الى انها تصير افتح بشويه، عشان كذا استخدمت التنت. غير انه التنت لاحظوا لما جيت مسحتهم الاثنين قعد مع انه خفيف بس الكوركتر راح، فهذا بالضبط اللي انا اقول لكم ليش احسن نستخدم التنت في اخفاء اي لون غامق. صح خفيف لكن يعطي لون ثابت، اما الكوركتر طبقه بس ما هي ثابته، وخاصه في المناطق المتحركه لما حتحرك الكوع حيكرمش معاها. خفيف، حطيت هذا اللون وكمان بحط نقطه من التنت. تمام، دحين نفس الشيء راح احط شويه من التنت وادمجهم سوا. تمام، نبدا دحين نوزع طبطبه على الكوع. حلو، هذا بالضبط الدرجة اللي أنا أبغاها قبل تعديل اللون. شايفين إنه يصير معايا اللون إنه النقطة الغامقة هذه خلاص ما هي موجودة، مختفية تقريبا، ترى هذا ظل. تمام، خلاص أنا كده ده جاهزة إني أحط اللون اللي راح يخفي لي هذا اللون الغامق شوية. حطيت مسحة كونسيلر بلونها بالضبط ونبدأ نطبطب بلونها بالضبط لين نحس انه اللون خلاص اختفى معانا. شايفين الدرجة؟ هذا بالضبط اللي انا ابغاه، انه يتحول درجة الكوع مثلا اختفى مرة مو موجود. شايفين؟ مرة مو موجود ما شاء الله. تمام، والله انا انصدمت من النتيجة. تمام، خلاص شايفين هذه النقطة اللي كانت غامقة قعدنا نطبطب عليها. طبعا لما تحطي التنت بنات لا تجي على طول تدمجي، اعطيه وقت، اعطي بشرتك وقت تتشرب اللون، فلما تجي تطبطبي يطبطب معاكي بسرعه. دحين شايفين كيف معايا منظر الكوع حي، ما هم مكتل، ما في كونسيلر، ما في هذه الطبقه المزعجه المجعده. لا تجي تحطي لوس باودر، بتصير المنطقه مره مو حلوه. هاجي على طول اثبت بفيكسر. تمام، خلاص وانسى المنطقه لين تنجف، ما احركها ولا امسك يدي.